وقتها ما هيكون أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. تستعد وزارة العمل قريبا لتفعيل برنامج العمل عن بعد وتطبيقه بعد الثلاث الأشهر المقبلة، حيث تم تجهيز قرار وزاري سيصدر خلال أسابيع لتنظيم هذا النشاط بحسب وكيل وزارة العمل السعودية للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخافي. وصمم هذا الموضوع لإتاحة الفرص أو صمم هذا البرنامج لإتاحة الفرص للسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا حابين نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم في الاستوديو. إحنا معنا اليوم الأستاذ بندر الشتاوي، مدير عام عمليات الموارد البشرية بمجموعة عبد اللطيف جميل. أهلا بك. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا. يعني بداية إحنا بنتكلم دائما بنسمع كنا يعني بوسائل الإعلام عن موضوع العمل عن بعد وفكرة برنامج العمل عن بعد. إيش موضوع فكرة؟ إحنا طبعا يعني عارفينه، لكن حابين كمان نوضح لمشاهدي الكرام، هل مقصود بعمل عن بعد العمل عن المنازل أو من مناطق أخرى؟ من المنازل أو مناطق أخرى؟ بالنسبة للعمل عن بعد طبعا يعني دحين هي جات فرصة كبيرة، يعني إنه الواحد يعلن عنها، خاصة اللي هم ذوين الاحتياجات الخاصة وبالنسبة للنساء في الوقت الحالي، خاصة في مجتمعنا إحنا الوقت الحالي. أي عمل خارج منشأة العمل يعتبر عمل عن بعد. أي عمل خارج منشأة العمل. منشأة العمل. لأن منشأة العمل تكون محصورة بوقت حضور وانصراف والتزام وضوابط معينة يجب على الموظف أن يكون ملتزم بها. لكن خروجك برا المنشأة فأنت حتكون طليقة نفسك، يعني حرة نفسك، ولكن حتكون عندك التزامات ثانية اتجاه العمل اللي تقوم به. نعم. طب إيش حضرتك يا ريت توضح لي كمان إيش الوظائف اللي تندرج تحت العمل عن بعد؟ في وظائف تنفع تكون أو يعني يشتغلها الموظف أو يقوم بها الموظف عن بعد، وفي وظائف لا. إيش هذه الوظائف؟ والله تقريبا يعني هي أغلب الوظائف اللي هي ممكن أنها تكون في العمل عن بعد، مثلا عندك الوظائف التسويقية الإحصائية اللي هي لها عوائد، اللي ما تلتزم في الحضور والانصراف، تلتزم على الأداء والإنتاجية أكثر. مثلا عندك البيع والتسويق والدعاية والإعلان، هذه كلها أمور تكون تكنيكالز، يعني التكنيكالز ما يعني فيها أوبريشنز أكثر من أنها تكون فيها مانجمنت إدارة. يعني هذه الممكن أنه إيش تكون العمل فيها عن بعد أكثر شيء في الوقت الحالي. طيب كونه يخدم السيدات، هل الأعمال التسويقية والأوبريشن أو العمليات وإلى آخره بيعملوا فيها السيدات الآن بكثرة، ولأنه هي بيطغى عليها الجانب الرجالي أكثر؟ أكون صادق معك، المرأة نجحت في هذا الموضوع من قبل ما يتم الإعلان، من قبل ما يتم الإعلان عن العمل عن بعد المرأة نجحت في هذا الشيء. يعني ما شاء الله المرأة في الوقت الحالي في السوق السعودي يعني بتحقق يعني ما شاء الله نجاح باهر. أعطيك أقرب مثال، عندنا في عندك شركة آيفون، هذه الشركة من قبل 60-70 سنة موجودة عندنا هنا، وتعتبر من أقوى الشركات اللي موجودة في العمل عن بعد والبيع اللي هو عن طريق اللي هو الميديا تقريبا. أين كان فيها الشركة أستاذي؟ فأثبتت وجودها فيها. كون الآن وزارة العمل بتدعم هذا الشيء فمعناته يعني أعتقد أنه بعد 4-5 سنوات سوق الرجال حيطفي وحيطلع سوق النساء. احنا ما نتمنى ده الشيء، احنا نتمنى ان يكون في لا يكون في نجاح متساوي، في تكافؤ في النجاح بين المرأة. المهم استاذ الكريم هي الانتاجية، حتى لو كان العمل عن بعد يعني ايا كان ما يفرق، المهم انتاجية تكون، وهذا يتهيأ لي كمان يعني فرصة جيدة للكثيرين او الكثيرات من السيدات. طيب في جزئية متخوفين منها الكثير من السيدات اللي هي ضعف الرواتب، هل العمل عن بعد بيكون رواتبهم او اللي بيشتغلوا عن بعد رواتبهم بتكون اضعف من الناس اللي مداومه بشكل طبيعي؟ هو شيء طبيعي انه حيكون باقل، اقل نسبه، لكن ممكن ممكن انها تكون اكثر. طبعا مثل ما حددت لك اياها في البدايه على حسب الانتاجيه، على حسب الانتاجيه، لانه حيكون هناك في راتب اساسي ما حيكون بمثل راتب الموظف اللي هو اقل المتضمن. منه بنسبه قد ايه؟ ما صدرت الدراسات للوقت الحالي، لانه كل منشاه مختلفه تقريبيه، هي تعتمد على المنشأة نفسها. يعني في شركات كبيرة رواتبها تختلف عن الشركات الضعيفة، عن المبتدئة المتوسطة. مش انه فكرة انه الشركة دي اقل او الشركة، انا اقصد الوظيفة let's say marketer او marketer او هي انت قلتيها تفضلت، مثل ما تفضلت تعتمد على حجم الماركت للمنشأة نفسها هي اللي بتحدد الرواتب. بس الشخص المواظب وبيجي المكتب قلت لي ده أقل أكثر من أكثر اللي من بيشتغل اللي عن بعد. نعم. طيب ما حضرتك ما تقدر تحدد لي نسبة قد إيه أقل؟
لسه ما بدا المشروع بالضبط عشان اقدر احدد. طيب فيه. مش هذا ممكن يخلي التوظيف اقل، يعني يكون في قله اقبال على العمل عن بعد خوفا من قله الرواتب؟ لا ما حيكون في قله اقبال اذا كان في دراسه مسبقه. اوكي، يعني قبل ما انا انزل وظائف في العمل عندي عن بعد سواء للرجل او للمراه، ونختص بالاصح للمراه، يكون عندي لها حوافز ثانيه، لها تكون في لها دراسه كويس، يعني ممكن حيكون فيها تدريب، ممكن حيكون فيها كوميونيكيشن، ممكن حيكون فيها تطوير، كثرة الانتاجية، زيادة البرسنتج، زيادة البونصات، الانسنتف اللي بتجيله، هذه ممكن تكون فيها دراسة، يكون فيها يعني من الجانب اللي يسموه الاستاتستكس اللي هي الاحصائيات على حسب انتاجيتك، يعني هذه حيكون فيها دراسة اكيد. طب مش ممكن انه فرق البيئة، بيئة العمل وبيئة المكاتب، لأنه سايكولوجيكلي بشكل طبيعي أنه بيئة العمل بيخلي الواحد دافع أكثر أنه هو يشتغل، لكن بيئة المنزل ممكن تكون يعني تخلي الموظف أو الموظفة، خلينا نتكلم بصراحة، الموظفة تلتهي بمنزلها وزوجها وإلى آخره، ما يؤدي إلى قلة الإنتاجية؟ أنت على حسب الببليك والمجتمع اللي احنا فيه الوقت الحالي، أوكي؟ في هناك سيدات أعمال أو هناك موظفات حاصلين على شهادات، حاصلين عندهم سكيلز وعندهم مواهب وعندهم قدرات جدا عالية، لكن لا يستطيعون الحضور إلى المكاتب، وهذا يعتبر عائق لهم. هذا عائق لهم. الآن احنا وفرنا لكم، لا تجي المكتب، خليك في بيتك، أثبت وجودك من بيتك، هذا هو. طيب صاحب العمل من حقه كمان يعرف، يعني يعرف مدى إنتاجية، لأنه هذا يعتبر شيء كمان ريسك لصاحب العمل، أنه أنا بدخل نظام جديد، بجرب شيء جديد، أنه أي نعم في شركات ضخمة جربت فكرة العمل عن بعد بطريقة وأخرى، وإحنا عارفين بعض الشركات اللي بتسوق وإلى آخره وفيها عضوات وإلى آخره، لكن الفكرة أنه كيف صاحب العمل يقيم إنتاجية الموظف عن بعد؟ عن طريق أدائه، عن طريق التقارير اللي تصدر، لان شوفي كل واحد يعني بيعمل عن بعد اكيد انه حيكون في له ادفايزر او يكون له زي ما نقول سوبرفايزر ولا مشرف له في البيئه في منشاه العمل نفسه، في كوميونيكيشن، يكون في تقارير. يعني لدرجه انا ممكن اجيب لك اياها بصوره ثانيه. يا ريت. الان عندك وزاره العمل او مكتب العمل، لما انا اقدم تقاريري للوزاره ومكتب العمل عندي عدد من الموظفات للعمل عن بعد، كيف اثبتها؟ يعني هاو غانا بروف ات، يعني لازم تكون في عندي تقارير بالاتصالات، تقارير بانتاجياتهم، تقارير بتسليم رواتبهم عن طريق البنوك شهريا، هذه كلها تقارير تثبت وجود انه هناك في حوافز لهم، انه في هناك انتاجيه، انه في هناك بروفيت للمراه في الوقت الحالي. هذه يعني كلها لازم، يعني لازم فيها تضمن حقوق الموظفه وتضمن حقوق الشركه. ف من بدايتها كتابة العقد، وهذا اللي أنا it's my recommendation، يعني كتابة العقد بين الموظفة وبين المنشأة لازم تكون البنود هذه واضحة وصريحة لضمان الحقوق، لضمان الحقوق وللاطلاع عليها مسبقا. تمام، هذه لازم منها هذه. طب لو كان هذا العمل، يعني برضو نستعين في خبرتك، لو كان هذا العمل فيه تارجت، في إيش تارجت؟ أوكي. أو should be يعني إيه، أو مثلا هدف أو إلى آخره. نعم. مثلا هدف تحصيلي آخر السنة. أوكي. هل يقاس نجاح الموظف عن بعد في هذا الموضوع بنفس نجاح الموظف اللي بيعمل بانتظام في 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 المؤسسة نفسها؟ أوضح لك إياه، هذا سيكتور وهذا سيكتور. أوكي، كون إني أنا أوفر لك بيئة عمل، اوفر لك مكتب وتليفون وفاكس وكمبيوتر وانترنت وجميع الفاسيلتي اللي تحتاجينها من اجل انك تحقق التارجت الفلاني. وكون اني ما اوفر لك ولا شيء، بترك لك المجال، الحريه لك انت بتحقق التارجت، شيء طبيعي انه التارجت اللي انا بحطه لك حيكون اقل من التارجت اللي انا موفر له اياه. فلذلك يعني نسبه وتناسب، نفس الشيء حتكون نسبه التارجت هنا اقل. بيهيئوهم بيئه عمل حتى في المنزل. نعم، هذه لازم، يعني لابد من موظف البعد، يعني اللي الموظف اللي هو بيعمل عن بعد. اوكي، لازم اني اهيئه، لازم اهيئه عن طريق التدريب، والان التدريب ممكن حتى التدريب عن بعد موجود، تدريب عن طريق السكايبي، عن طريق الانترنت. هذا شيء عملي؟ انا في النهايه يهمني الانتاجيه ويهمني انه الشخص. انا بس بسالك، هل هذا شيء عملي يعتبر التدريب عبر سكايبي او تدريب عبر هذه تعتمد على الشخص نفسه.
كثير من الأشخاص اللي معهم يعني معهم حتى شهادات عن بعد أفضل من الأشخاص اللي معهم شهادات حضورية. هذا شيء شخصي يعتمد على الشخص نفسه. صحيح. لكن طيب احنا بنوفرها في جميع المجالات. اوكي انا عندي تريننج كورس يعني يعني عندي وظيفه عن بعد محتاج انك تاخذ التدريب عليها، انت ما تقدر تحضر للدوام اصلا فما اقدر احضر للتدريب ايضا. طب اوكي احنا بنوفر لك التدريب كمان عن بعد. طيب في اليه لمتابعه الجهات الرسميه كمان للناس اللي بيعملوا عن بعد؟ هذه موجوده الاليه من زمان. تحكينا عنها لسه. موجوده الاليه هذه لانه ما في اي موظف او موظفه موجوده الان في القطاع الخاص الا في رابط بيننا وبين مكاتب العمل وزاره العمل اسمه مسجل عندنا احنا كشركه في نفس الوقت مسجل في التامينات الاجتماعيه في الدوله في نفس الوقت مسجل في وزاره العمل وكلها دائره في دائره محصوره. بالاضافه هناك دعم قوي كمان، انت ذكرت اللي هم ذوين الاحتياجات الخاصه. صحيح. هناك دعم قوي جدا من وزاره العمل ومن صندوق الموارد البشريه لهذه الفئه. فبالعكس يعني احنا انا اتكلم يعني بصفه عامه عن جميع الشركات الخاصه في الوقت الحالي بتدعم الشركات الخاصه في الوقت الحالي ذوين الاحتياجات الخاصه في نفس الوقت من اجل نكون يعني ما يكون هناك عندنا عائق لاي مواطن او مواطنه سعوديه في العمل. جميل جميل. يعني هذه الفكره بتدعم ذوي الاحتياجات الخاصه بنوع او باخر، وكمان ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم طاقات وقدرات لا يستهان بها. نعم. فبالتالي هم نعم. كمان عندهم قدره يمكن على الانتاجيه مو على الحركه بشكل اكبر يعني. بالضبط. بس في عندي نقطه معينه بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه ونقطه معينه بالنسبه للببليك للمجتمع عندنا احنا. النقطه الا وهي انه عدم المعرفه، عدم العلم، عدم الدعايه، عدم الوضوح الكثير، يعني عدم التساؤلات ممكن بتخلي كثير من عندنا من المواطنات او من ذوين الاحتياجات الخاصه ما يعرفوا كيف الطرق انهم يوصلوا للشركات الخاصه زي كذا، لذلك حتى تلاقي عندنا نسبه بطاله كثيره. انت تقصد انه هذه الفئه هي ما تسعى للسؤال؟ ما في احيانا يعني ما في فئه تسعى للسؤال وما في فئه بتوضح الا يعني نقول ريسنتلي. طب هذا جزئي جدا مهم. الأيام الأخيرة الآن اللي بدأت الآن الآن اللي بدأت الآن إنها تظهر بدأت الآن تظهر لأنه في عندنا كثير كثير من البطالة اللي موجودة عندهم سكيلز عالي، مهارات جدا عالية، قدرات جدا عالية مثل ما تفضلتي ذوين الاحتياجات الخاصة يعني في عندهم مهارات جدا جدا عالية جدا عالية. قد يكون أوكي عائق حركي لكنه عقليا وفكريا منهوض جدا ذهنيا جدا عالي. هذه هذه هذا هذا البرنامج بوجهه نظرك قد ايه ممكن يقضي على نسبه بطاله؟ برنامج العمل عن بعد. العمل عن بعد طبعا والله هو بالاصح هيقضي بنسبه البطاله في النساء اكثر من الرجال. لكن خوفي انه الوقت الحالي الرجال يستغلون هذا الحين. كيف ممكن يستغلوها؟ خلاص اوكي انا اعمل عن بعد كمان اشتغل في البيت انا بلاش اروح. لا ما هو هذا البرنامج خصص للسيدات وذوي الاحتياجات هو الخاصه. هو حيقضي هو بالفعل. هل الرجال مستفيدين من هذا البرنامج؟ ما اعتقد في الوقت الحالي ما طيب. اعتقد. يعني كونه احنا عندنا نسبه البطاله في السيدات مرتفعه نوعا ما حتقضي بنسبه كبيره في نسبه كبيره بنسبة يعني كبيرة. تعتقد حضرتك انه العائق الرئيسي او السبب من احد الاسباب خلينا نتكلم صراحه من احد الاسباب البطاله لدى السيدات هي عدم المرونه في الحركه خارج المنزل بالضبط. فبالتالي هذا البرنامج يساعد المرأة أو ذوي الاحتياجات الخاصة مع يعني بالحركة أكثر أو بالعمل والإنتاجية أكثر بالعمل وقضاء والإنتاجية على البطالة أكثر. إذا كان بضوابط معينة ممكن هيساعد بطريقة جدا جدا عالية. إيش الضوابط اللي حضرتك تقصدها؟ ذكرتها في الأول أنه وضوح العقود. وضوح العقود التدريب، المهارات، الكوميونيكيشن، الاتصالات أوكي. هذه كلها أمور توضح في العقود. صدقيني يعني حيكون هناك جدا جدا يعني نسبة جدا عالية حتقضي في الموضوع هذا وحيكون في إنتاجية جدا عالية لأن حيكون تركيز المرأة وحيكون في فرص متاحة للرجال أكثر. نعم حيكون في فرص متاحة للرجال أكثر في العمل حياخدوا أماكن السيدات في المؤسسات. ما أعتقد أنا شايف أنه ما شاء الله الجيل النسائي الوقت الحالي من أفضل إلى أفضل. طبعا هذا شيء على this is good sign أو علامة يعني كويسة يعني جداً بالنهاية جدا جدا. أنا يهمني مجتمعنا وبناتنا وذوين الاحتياجات الخاصة عندنا خاصة في دولتنا يكونوا من أفضل الموجودين يعني خاصة على مساحة الخليج والعالم كله إن شاء الله بإذن الله وقادرين هم بإذن الله بإذن الله. طب مرئياتك على الموضوع رؤيتك المستقبلية لهذا الموضوع غير موضوع البطالة إيش ممكن كمان يجي
أشياء إيجابية منها؟ والله شوفي سوق العمل الوقت الحالي يعني وزارة العمل بتبذل مجهودات جدا جدا عالية جدا جدا عالية بحيث أنها توفر فرص العمل لجميع الفئات. هذا واحد، بتوفر فرص العمل لجميع الأشخاص سواء من رجال نساء أطفال، أطفال لا طبعا ما لهم دخل، ولكن ممكن يدخلوا في دراسة لهم أنه في حكاية اللي هي فترة اللي هي الإجازات الصيفية ممكن يعطوهم اللي هي العمل الإضافي الصيفي. بتدخل كمان ذوينا الاحتياجات الخاصة، بتبذل مجهودات جدا عالية. إنتاجية العمل عندنا في الوقت الحالي في السوق السعودي كل سنة بتتزايد. أكيد أكيد. تتزايد يعني مش تتزايد يعني بنسبة 1-2%، لا بتنقص بالعشرة 15% سنويا. تمام. والحمد لله. الحمد لله. يعني نظرتي بإذن الله متفائلة. جدا. تمام. جدا تمام. جدا. والله إحنا نتمنى زي ما قلنا نرجع من البداية إنه هي بتعتمد على مدى جدية الشخص. هي مش أو السيدة اللي بتعمل أو أي كان اللي بيعمل عن بعد. إحنا نتمنى لهم طبعا التوفيق سواء عمل في المنشأة أو العمل عن بعد، لكن هي تتوقف عند مدى الجدية سواء كان في المؤسسة أو العمل عن بعد. والجدية هنا تكمن بالإنتاجية، نجاح في الإنتاجية. بالنهاية إحنا نحب نشكر حضرتك ويعطيك ألف ألف عافية، وشكرا لتواجدك سيدتي. الله يعافيك وشكرا لكم جميعا. شكرا لك. إذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقرة سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، الفنان زياد القاضي، موهبة سعودية صاعدة.